شفنا في المقاطع السابقة مجموعة من ميكانيزمات الويل بول جيومتري ستيكينج، ودلوقتي هنتكلم عن بريفنتيف اكشنز، زي مجمعة كده لمجموعة من الميكانيزمات ديت، بعض الحاجات اللي اخد بالي منها عشان ما اقعش في هذا النوع من الاستكات. اول اكشن هنا بيقول لك حاول تتجنب ان يبقى فيه تغيرات كبيرة، شارب تشينجز في الهول، يعني الزوايا تبقى بحساب، تغيير السايزز، الكلام ده كله، يعني اي تغيير في السترينج، تغيير في حوالي الهول، تبقى دايما ما تبقاش حاجات لا فريكوينت ولا تبقى شارب. كذلك لو هنتكلم سبيسيفيك عن الزوايا، يبقى الدوج ليج سيفيريتي تبقى محدوده. وافكركم تاني، الدوج ليج سيفيريتي اللي هي معدل تغير الزاويه لكل 100 قدم، ما يبقاش معدل كبير. كذلك لو عرفت ان عندي في شارب دوج ليج، ما يصحش ان انا اشتغل تحتيها روتيتنج اورز كتير بدون ما اعمل وايبر او ريمينج تريب عشان اداوي مشكله الزاويه ديت. كذلك لو انا عارف ان عندي برضو في زاويه، براعي ده في سرعه السترنج لما يكون البي اتش اي عند الزاويه ديت علشان اتجنب ان يحصل ستك. فلما اخدها بسرعه بطيئه نسبيا، هيبقى ده هيخلي الحاله افضل، يا اما ان السترنج هيعدي تمام، او ان هو حتى لو حصل وستك مش هيستك بشكل كبير، ممكن مجرد ما تريح وزن تبقى الدنيا تمام. كذلك لو نازل برضو وانت عارف الدبث بتاع السيفير دوج ليج اللي هي فيها مشكله في الهول، وانت نازل برضو تنزل بسرعه محدوده، علشان انخفاض السرعه هيؤدي ان انت برضو حتى لو لا قدر الله السترنج ستك، هيبقى ساعتها هيعرف يتعامل بسرعه الحفار، انه يعكس الحركه بس ويبدا ينزل واحده واحده، سواء ينزل بسرعه بطيئه او ينزل حتى ريمينج على هذه الزاويه. كذلك لو عندي في منطقه انا شاكك ان ممكن يحصل فيها ووشنج او يحصل فيها مايكرو دوج ليج، يصح ان انا اتجنب السيركوليشن عندها بشكل كبير عشان امنع من تكون الليجز. ولو عندي في منطقه فيها موبايل فورميشن، او منطقه فيها دوج ليجز او ليجز او كده، برضو ينبغي ان انا اراعي التريبنج سبيد، وبالاخص لما يكون البي اتش اي عند هذه المنطقه. وهنا يتطلب ان لازم الحفار يكون فيه كوميونيكيشن كويس، اولا بيسجل ترددات كويس جدا، وكوميونيكيشن كويس مع الكومباني مان ومع المود لوجر اللي هم عندهم درايه بتوزيع الطبقات مظبوط، والاخص لغايه الطبقات دي اتحفرت بالفعل، فانا عارف بقى دبساتها مظبوط، مش مجرد دراسات سابقه او ابار اخرى، لا انا عارف الدبسات حسب ما حفرتها فعليا. فابقى عارف ان من ستاند كذا لستاند كذا هيبقى فيه كنترول على السرعه، من ستاند كذا لستاند كذا هيبقى فيه كنترول على مساله السيركوليشن، وهكذا، عشان اعرف احط اجراءات مثاليه او اقرب ما تكون للاجراءات المثاليه في التعامل مع الهول. لو بشتغل في طبقات سولت فورميشن تحديدا، بشتغل احيانا بسلايتلي اندر ساتوريتد مد. يعني ايه؟ يعني طفله ذات ملوحه قليله نسبيا، علشان ادي مساحه ان ممكن يحصل ما يسمى بالكنترول دوش، ان انا كاني باكل في الطبقه ديت بانها بدوب الملح، فتجنب مشاكله بعد كده. فاعرف ان انا اخلي الطفله على طول تدوب الملح دوت، لو حتى لو حصل منه تمدد اعرف ادوبه ايه بسهوله. لو عندي في منطقه كان فيها كورينج، برضو كاجراء لازم تاخده كل تريب عندك، انك قبل النقطه الكورينج ب 1 جوينت تنزلها ريمينج. يبقى انا بنزل ريمينج على الاقل جوينت واحده قبل منطقه الكورينج. ودي كانت مجموعه اجراءات وقائيه بريفنتيف اكشنز ممكن ناخدها علشان نتجنب حدوث حاله من حالات الويل بول جيومتري ستيكينج.